بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة بداية الفضائية، أهلا وسهلا بكم عبر برنامجكم البرنامج الطبي بداية دول. ويسعدنا لهذا اليوم أعزائي الكرام أن نرحب بضيفنا وضيفكم رئيس وحدة المسالك وعقم الرجال بمركز ذرية الطبي الدكتور حمود بن علي المطرفي، استشاري طب الذكورة والعقم والمسالك البولية. باسمي وباسم مشاهدي قناة بداية نرحب فيك يا دكتور، ويا مرحبا ومسهلا فيك عبر شاشة قناة بداية. حياك الله. الله يبقيك يطول عمرك دكتورنا الكريم. الكثير والمخاوف المتكررة حول كلمة عقم عند الرجل، مفاهيم كثيرة تدور والكثير من الناس كل له تعريفه، فما وجهة نظرك في التعريف الطبي لعقم الرجال؟ بالنسبة للتعريف الطبي، هو إذا مضى سنة كاملة في من ولم يحصل حمل مع وجود حياة زوجية يعني متكاملة، هنا نقدر نقول أنه يعني لو أنا ما أحب كلمة عقم، وأنا دائما أستخدم كلمة تأخر، أنا دائما أستخدم كلمة تأخر في الحمل، تأخر الإنجاب أو الحمل. أعزائي المشاهدين، سيظهر على الشاشة أرقام التواصل وكذلك هاشتاق البرنامج للمشاركة والاستفسار. دكتورنا الكريم، يحمل الرجل النسبة الأكبر في عدم الإنجاب، كم نسبة هو؟ لو احنا ننظر مثلا ان الطفل ولا الجنين يتكون من جزئين، من الحيوان المنوي من الزوج والبويضه من الزوجه، فنتكلم عن 50% 50%. ولو انه لو نظرنا حتى للاسباب هذا كذا، نجد انه حوالي 50% بسبب الزوج و50% بسبب الزوجه. لكن هناك مفاهيم خاطئه يجب ان نصححها، وهو دائما انه اللوم يوضع على الزوجه، ودائما يطلب من الزوجة أنها هي اللي تبدأ بالفحوصات لما يحصل تأخر في الحمل، وهذا مفهوم خاطئ. بينما هو الأصح والأدق والأفضل أنه يبدأ بالزوج، نعم، لهذا كذا، ولا يوضع اللوم دائما على الزوجة، يكون مشترك هو دائما، لأنه أسهل لما تبدأ الفحوصات بالزوج أسهل. ولكن دائما يفضل حتى أنه البداية بالطرفين يعني كذا، لكن أنه أسهل أنك تبدأ بالزوج، لأنه يا دكتور إذا سوى فحص الرجل واتضح معه خلاص، فمعناته يعني معناه في مشكلة. لا، هو ممكن انه هذا كذا، لان احيانا في 50% نجد انه في مشترك، يعني تكون من الزوج ومن الزوجة هذا كذا. هل هناك اسباب اخرى يا دكتور، نسب اخرى يعني غير في الرجل مثلا انه ما يكون عقم او عدم انجاب يعني مثلا؟ واحنا لما نتكلم انه في مشاكل التأخر في الانجاب تأتي إلى عدة أسباب كثيرة. ممتاز. مثلاً حنا لو نظرنا لها من ناحية أنه يا أما فيك مشكلة في الحيوانات المنوية بحد ذاتها، يا أما يكون نقص، أو أنه في مشكلة فيها في عددها أو بأشكالها أو بحركتها أو انعدامها، هذا من ناحية. من الناحية الثانية، لو كان في مشكلة بعملية انتقال الحيوانات المنوية. الناحية الثالثة، لو كان فيه ضعف بحيث أنه ما يحصل عملية الاتصال الكافي بحيث أنه يكون. فهذه الأسباب الثلاثة رئيسية، ولكل واحدة لها أسبابها الخاصة. نعم. نذكر مشاهدينا الكرام بأرقام التواصل وكذلك هاشتاق البرنامج للمشاركة والاستفسار، وعنوان الحلقة العقم والجديد في عقم الرجال، وكذلك دوالي الخصيتين وأنتم كرامة. وضيفنا نعيد تعريفه الدكتور حمود المطرفي، استشاري العقم والذكورة والجهاز التناسلي بمركز ذرية. دكتور، في فحوصات مطلوبة للتمكن من الوصول إلى؟ طبعا احنا دائما ننصح بأنه إذا مضى أكثر من 6 شهور، معانا من 6 شهور إلى سنة، إذا ما يحصل لم يحصل حمل، أن الشخص يبدأ بأنه استشارة طبيب متخصص في هذا المجال. طبعا نبدأ دائما الفحوصات، تبدأ أول حاجة بالسيرة الذاتية والفحص السريري، لأنه في أشياء كثيرة ممكن أنك تكتشفها من خلال أخذ السيرة الذاتية ومن خلال الفحص.
بعد كذا تجي الفحوصات المخبرية مثل فحص السائل المنوي، وظائف الحيوانات وظائف الخصيتين اللي هي عبارة عن تحليل دم الهرمونات، فهذه الأشياء. بإضافة إلى ذلك أنه أحيانا نتطلب أن نعمل بعض زي مثل الموجات الصوتية وشغلات زي كذا، هذه مبدئيا. طيب دكتور، في علاجات غير التدخل الجراحي ممكن أنها تساعد في الإنجاب أو الحمل بصفة عامة؟ وعادة لازم نحدد أول شيء وين المشكلة. نعم. يعني مثلا لو وجدنا أنه شخص مثلا يعاني فقط من قلة في عدد الحيوانات المنوية وضعف في حركتها أو تشوهاتها، فيها تشوهات أعلى من الطبيعي، بالحالة هذه نبحث عن الأسباب. إذا وجدنا سبب فبها. طبعا الأسباب كثيرة، لكن فيه نقطة مهمة جدا أنه حوالي 30% أن لا يوجد سبب معروف. هذا لا يعني أنه لا يوجد سبب، أنه ما في سبب، لا، لازم يكون في سبب، لكن لا يعرف سبب لهذه النسبة، وهي أكبر نسبة حوالي 30%. إذا وجد من غير يعني وجد سبب، يعني نعطي أمثلة، مثلا لو الشخص مثلا عنده نقص في الهرمونات، هذا ممكن أنه تعديلها وتصحيحها ويحصل تحسن. هرمون الغدة النخامية مثلا، لما يكون في مثلا في مشكلة بالغدة النخامية، لما يكون مثلا في مشكلة في عنده الشخص دوالي الخصيتين، ننصح بأنه يعمل عملية دوالي الخصيتين. في أحيانا لم نجد، يعني ما يكون في سبب واضح، هنا بالحالة هذه تستخدم بعض الأدوية المكملة اللي تعتبر كغذاء للحيوانات المنوية، لأنها كلها ضد الأكسدة، مع العلم بأنه أكثر خلايا موجودة في جسم الإنسان حساسة لأي مثلا سموم أو شيء هي الخلايا اللي تنتج الحيوانات المنوية، ولهذا أول شيء يتأثر. فهذا دائما يعطى هذا الشخص مثلا أنتي أوكسيدنت وتساعد. طيب عدد الحيوانات المنوية في الرجل السليم مثلا، وطبعا بناء على آخر يعني تقييم من الصحة العالمية أنه العدد يكون 15 مليون فما فوق، في السابق كانت تذكر أنه 20 مليون وهكذا، الآن الآخر يعني تقييم على أنه 15 مليون فما فوق. هذه تعتبر عدد كويس. هذا طبيعي، ممكن بعدين معنا من 15 إلى 200 وهكذا العدد. بعد كذا نجي الحركة، نجد أنها أكثر من 40%، والحركة الشديدة تكون أكثر من 30%، التشوهات تكون يعني الحد الأدنى اللي أنا أحتاج 4% من الحيوانات المنوية تكون سليمة. طبعا فيه ناس لما يسمعوا يقول لك أنه نسبة التشوهات عالية وكذا، كل الناس عندهم نسبة عالية من الحيوانات المنوية المشوهة، يعني أقل حد أنا أحتاج له 4%، طبعا كل ما تزيد يكون أفضل. هذه نقطة. النقطة الثانية أن يجب أن نوضح بأنه في مفاهيم خاطئة، أنه لما يقول لك أنه هنا في تشوه بالحيوانات المنوية يقول لك أنه ممكن الطفل يطلع مشوه. لا، هذه الحيوانات المنوية موجودة عند كل الناس، لكن العيب فيها أنه إذا زادت نسبتها تقلل نسبة الحيوانات المنوية السليمة، مع العلم بأنها لا تقوم في وظيفة، لا تقوم في تلقيح البويضة الحيوانات المنوية. ولهذا سنطمن الناس اللي يكون عندهم مثلا نسبة تشوهات عالية بأنه هذه الحيوانات المنوية لا تقوم في تلقيح. طيب، تكرر كثير يا دكتور التهاب البروستات، هل له سبب؟ وأيضا تكرر مساج للبروستات، هل سيعطي يعني بكميات أكبر مثلا لو الواحد راح وسوى مساج للبروستات؟ نتكلم أول شيء عن موضوع عملية التهاب البروستات. طبعا هذه دوامة كبيرة. نعم. أنه دائما أسوأ شيء أن الشخص يقال له أنك عندك أنت التهاب بروستات، لأنه يخش في متاهات ما لها لا أول ولا آخر. طبعا هذا لا يعني أنه ما في وجود لالتهاب البروستات، التهابات البروستات تحصل، ولكن تشخيصها لازم ينعمل بالطريقة الصحيحة. إذا ما عملت بالطريقة الصحيحة من الصعب أنك أنت تشخص التهاب البروستات مع بعض المتطلبات اللي هي أعراض معينة، لأنه أحيانا فيه ممكن يكون فيه التهاب في البروستات ما له علاقة بالالتهابات البكتيرية. نعم. والشخص يشتكي من نفس الأعراض، فبالحالة هذه ما يجب أن نبدأ نعالج هذا الشخص بالمضادات الحيوية وهذا كذا. إضافة إلى ذلك أني أنبه إلى نقطة مهمة جدا، هذه دائما أنبه لها، اللي هو لما ينعمل فحص السائل المنوي وخاصة في بعض المختبرات العادية اللي ما هم متخصصين، يذكر للشخص بأنه عندك صديد في السائل المنوي. هذا الخطأ، المفهوم الخاطئ الأول. صحيح. بعد كذا وش يترتب على هذا الخطأ؟
يترتب عليه هذا أنه يروح لبعض مثلا الأطباء وبناء عليه شخص بأن يقول لك هذا الشخص عنده التهاب في البروستات ويبدأ بعلاجات، مع العلم أن علاجات التهابات البروستات تطلب مضاد حيوي أحيانا من 2 إلى 3 شهور، ويبدأ في هذه المضادات وكلها مبنية على خطأ. أود أن أوضح هنا الخطأ الشائع بأنه لما نجي حنا إلى تدرج تكون الحيوانات المنوية من خلية أم إلى أن يتكون حيوان منوي كامل اللي هو يتأخذ حوالي 72 يوم، قبل المرحلة الأخيرة تكون الحيوانات المنوية دائرية الشكل وتشبه كريات الدم البيضاء. فبالهذا لو أنه مثلا عملت في مختبرات عادية وفي عندي عدد كبير من الحيوانات المنوية الغير مكتمل نموها، يقول له أنه عندك أنت كريات دم بيضاء اللي هي على أساس أنها صديد. بينما أحيانا إذا الشخص عنده خبرة يستطيع أنه يميز بين الحيوانات المنوية الغير مكتمل نموها وبين كريات الدم البيضاء من شكلها. لكن إذا ما عنده الخبرة في صبغة خاصة تستخدم بحيث أن نقدر نميز بين كريات الدم البيضاء وبين الحيوانات المنوية الغير مكتمل نموها. فلهذا السبب أن أشوف أنه دائما أنا أشوف يعني حالات كثيرة من هذا الشيء أنه يجي وماخذ وأنه قيل له أنه عندك التهاب بوستات وشغلات وهي كلها ما لها علاقة بهذا. نعم نعم. هل هناك علاج جراحي دكتور لحالات آخر الإنجاب؟ طبعا فيه. أولا إذا كان مثلا نأخذها خطوة خطوة، إذا كان مثلا الشخص عنده دوالي يحتاج عملية الدوالي، إذا كان أن الشخص مثلا مشكلة في القنوات الناقلة هذا ممكن ينعمل شيء. بعد كذا إذا كان مثلا أنه فيه مشكلة في البوستات نفسها بالبوستات مثلا بحيث أنه حاصل التهاب والقناة مغلقة بحيث أن الحيوانات المنوية ما تطلع، هذه ممكن أنه ينعمل عملية لكذا. آخر حاجة أنه لو كانت المشكلة في الخصية بحد ذاتها، هنا يأتي عملية أنه كيف أن نستطيع أن نحصل على الحيوانات المنوية من الخصية جراحيا، وهذه لها مراحل. مثل سحب الحيوانات المنوية مثل من البغبغ، نبدأ في السحب من البغبغ، في السحب من الخصية بحد ذاتها، وفي اللي هي عمليات المسح المجهري للبحث تحت الميكروسكوب عن الحيوانات. طيب المسح المجهري تبين أنا أخذ فيديو نشوف؟ ممكن نشوفه ونتكلم عنه، بيكون بطريقة توصل للمشاهد بطريقة أفضل. تفضل يا دكتور، راح ينزل على الشاشة وأنت تتكلم. طبعا حنا اللي يا حبذا لو رجعنا لبعض الصور قبل الفيديو مشان نبينها تكون أفضل. راح تنزل على الفيديو الثاني. طبعا هذه عملية المسح المجهري، أنه الخصية تكون من جيوب، الجيوب هذه فيها أنابيب، داخل الأنابيب تكون الحيوانات المنوية، فهنا هذه في عندنا جيوب طبيعية بينما بقية الخصية متليفة لا يوجد فيها شيء من هذا الشيء. طبعا العملية تكون دائما عملية المسح المجهري عملية دقيقة، تأخذ وقت، تأخذ حوالي من 3 إلى 4 ساعات، تطلب يعني دقة في هذا كذا. ليه؟ لأنه لو حنا نجي مثلا لتركيبة الخصية نجد أنها تكون من جيوب حوالي فيها 250 جيب وحدة، الجيوب هذه مو كلها تكون، أحيانا في بعضها ممكن تكون لا زالت تعمل وفي بعضها غير عاملة. فمثلا هنا مثلا لو نشوف هنا هذا جيب فيه جيد وفيه أنابيب طبيعية بينما بقية الخصية لا، فهذه من المحاسن حق العملية. هذه اللي ناخذها يا دكتور، هذه أنابيب طبيعية بينما الباقية متليفة. يعني هذا شوف هذا جيب، نشوف هذا جيب، هذا في أنابيب جيدة، داخل الأنابيب هذه يكون فيها حيوانات منوية. فهذا اللي نبحث عنه، لأنه مثلا عندي أنا لما يكون عندي حوالي 250 جيب ممكن ألقى جيب جيبين ثلاثة تكون سليمة تكفي هذه، تكفي نعم هذا كذا، لأنه بالخزعات العادية لا ما يمكن أنك تصل لها أنه هذا كذا. طبعا العملية من محاسنها أنه أولا للناس اللي مثلا عملوا خزعة في السابق وكانت النتيجة سلبية، أن نبحث على أمل نلقى جزء من الخصية يعمل وناخذ منه الحيوانات المنوية. إضافة إلى ذلك أن تأثيرها على الخصية أقل من الخزعة العادية،
والكمية اللي ناخذها من الأنسجة قليلة جدا مقارنة بالخزعة العشوائية. إضافة إلى ذلك أنه لما نجي لتقفيل الخصية والأوعية الدموية هذا كذا نادر أنه يحصل مثلا مشاكل على الخصية إذا عملت هذه العملية بدقة يعني لهذا كذا. فهذه من المحاسن. يعني طبعا الآن احنا يعني استبدلناها بالخزعات العشوائية، الخزعات العشوائية ما نعملها نهائيا. إذا كان في شيء بإمكاني أقدر أستطيع أعمله تحت النظر، ليش أني أعمل شيء عشوائي؟ نعم. جميل دكتورنا، الكثير يتخوف من الموضوع هذا بكل صراحة، والكثير يتكلم أيضا عن دوالي الخصيتين وأنها أحد الأسباب. دائما حتى تشخيصهم يكون عشوائي، تشخيص يجيك واحد لا في تخصص طبي ولا شيء يقول أكيد عندك دوالي. فأنا لما أكون رجل متزوج وتأخرت أكثر من سنة ويجيني واحد يقول لي أنت ممكن يكون عندك دوالي، هنا نبي نوضح للمشاهد كلمة دوالي وكيف الدوالي. هنا بس أحب أوضح نقطة مهمة جدا اللي هي أنه 15% من الناس عندهم دوالي، ولا يعني أن كل شخص عنده دوالي أنه عنده حيكون يعاني من مشكلة في التأخر والإنجاب. لا، أغلب الـ 15% هذه ما عندهم مشكلة نهائية، حنا فقط تهمنا الفئة اللي عندهم مشكلة بالحيوانات المنوية أو تأخر الإنجاب. بالحالة هذه ينصح بأنه الشخص ينعمل له عملية الدوالي مشان يحصل تحسن بالوضع. طبعا فيه الموضوع يعني فيه مفاهيم كثيرة لهذا الموضوع. أنا من الناس اللي أؤمن بأن المشكلة تكمن في الخصية، تكمن في الخصية. وجود الدوالي عبارة عن على ما يقولون يزيد الطين بلة من هذا كذا. فأنت لما يكون في مشكلة بالخصية أحاول أخفف العبء عنها فأعمل عملية الدوالي على أمل، لأنه وجد أنه حوالي 60-70% من الناس يحصل عندهم تحسن بعد عملية الدوالي. يجي بعد كذا وش مدى الاستجابة لعملية الدوالي؟ احنا دائما نتابع المريض من 3-9 شهور بعد العملية. إذا لم يحصل تحسن معناه هذول من الفئة اللي هم 30-40% اللي المشكلة اللي موجودة في الخصية أكبر من أنه ينعمل لها عملية الدوالي لهذا كذا. فهي حتى في حد ذاتها أنه يعني تحدد أنه وش مدى المشكلة اللي موجودة بالخصية بالنسبة للاستجابة. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه بالنسبة لعملية الدوالي الآن مهم جدا أن نختار العملية اللي هي أفضل، لأنه في حوالي 5 أو 6 أنواع من عمليات الدوالي. الآن هي أفضل عملية الآن تعتبر اللي هي رقم واحد عالميا اللي هي تحت الميكروسكوب. لأنك أنت لما تستخدم الميكروسكوب تشوف الأوعية الدموية، تشوف الحبل الناقل للحيوانات المنوية، الشريان اللي غذي الخصية، فنادر أنه يحصل مشكلة لهذه خلال العملية. فلو جينا مثلا ونظرنا إلى المضاعفات اللي ممكن تحصل من عملية اللي تعمل تحت الميكروسكوب نجد أنها ما تتجاوز 1%، بينما العملية الثانية تتجاوز حوالي 20% لهذا كده. طيب دكتور، ناخذ سؤال من الهاشتاج يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الله يعافيك يا دكتور، يا ليت تتكلم عن انسداد البربخ وهل فيه عملية لفتح الانسداد وكم نسبة نجاحها وجزيتم خير. طيب. بالنسبة لما نتكلم عن الموضوع هذا كذا فيه يهمنا نقطة مهمة جدا، أنه معظم الانسداد تقع في المنطقة، ولكن الانسداد اللي يحصل في منطقة البربخ أنه تكون يا أما نتيجة حاجة خلقية أو نتيجة التهابات أو عمليات جراحية تعرض لها الشخص، أو ممكن أصيب بالتهابات أو ضربة للمنطقة هذه كذا، فيكون حصل يعني زي ما تقول تأثر للأنابيب اللي موجودة في البوق وحصل انسداد. فنعطي مثلا بعض الأمثلة، مثلا من بعض الأمثلة مثلا الالتهابات اللي هو اللي تصيب تمتد وتصل إلى منطقة البغبغ والخصيتين، هذه ممكن تقفل الأنابيب. إضافة إلى ذلك أنه مثلا في السابق ولا الآن لا يوجد من مثل حالات التي بي اللي هو الدرن، ممكن أحيانا يصيب المنطقة هذه كذا. بالنسبة أحيانا لو كان مثلا النكاف
بدرجة قوية ممكن يأثر حتى على البوبة، لأنه معظم الأحيان كان يصيب الخصية أكثر مما يصيب منطقة البوبة. هذا من ناحية الأشياء المكتسبة. الأشياء الخلقية لا، في أشياء أنه يكون مثلا في انسداد خلقي، يا أما أن يكون الحبل الناقل للحيوانات المنوية معدوم غير موجود خلقيا، ونجد أن البغبغ متنفخ والذيل ما هو موجود، فقط رأس البغبغ هو اللي موجود. بالحالة هذه أنه ممكن أخذ الحيوانات المنوية منه كذا. فمن لما نتكلم حنا عن عملية الجراحة نجدها أنها محدودة فقط. أنا لما أكون مثلا زي مثلا إذا ليه؟ لأنه معظم اللي حنا الحالات اللي نشوفها هنا كلها نتيجة التهابات. الالتهابات ما لا تشمل جزء معين، ممكن كل الأنابيب تكون مقفلة، فلو مهما عملت من عملية ما راح تصل إلى نتيجة، فالنتائج ما هي مشجعة. طبعا في السابق قبل عمليات الحقن المجهري ما كان في أمام الناس خيار ثاني، لأنه ممكن العملية تتطلب وقت تأخذ حوالي 3-4 ساعات ونسبة نجاحها ما هي عالية، لكن ما في خيار ثاني. الآن مع وجود عملية الحقن المجهري الوضع تغير، بأنك ممكن في إبرة بسيطة تسحب من البغبغ وينعمل أطفال أنابيب وتنتهي المشكلة. الحمد لله. طيب دكتور، أيضا سؤال، هل تضخم البروستات يمنع الإنجاب، وهل علاجه يسبب عقم، أم أنه يمكن الإنجاب بعد انتهاء مدة العلاج؟ بالنسبة لتضخم البروستات هذا شيء طبيعي، كل الناس كل الرجال اللي بعد سن 40 تضخم عندهم البروستات ولا تسبب أي مشكلة بالنسبة لموضوع عملية هذا كذا. ففي فرق ما يجب أن نخلط بين التهاب البروستات وتضخم البروستات. التضخم البروستات هذا شيء طبيعي كل الناس يحصل عندهم تضخم، ولكن بدرجات مختلفة. هل يمنع الإنجاب؟ ما يمنع الإنجاب. وهل علاجه يسبب عقم؟ علاجه إذا من ناحية لو مثلا الشخص تطلب أنه يحتاج عملية، مثلا حصل عنده احتباس بالبول وتطلب أنه ينعمل له عملية لفتح مجرى البول، هنا لا ممكن يحصل المشكلة. لأنه ممكن يحصل عندنا حاجتين مهمات، اللي هو أنه ارتجاع للسائل المنوي للمثانة، أو أنه خلق القنوات من خلال الجراحة أنه القنوات تقفل، فنسبة كبيرة منهم يحصل عندهم مشكلة. في سؤال بس راح نقراه تقديرا لهم. لو سمحت يا دكتور، أنا تأخرت الدورة عندي 7 أيام وحللت في المنزل وطلع خط غامق وخط خفيف، واليوم جاتني الدورة، معناته ما عندك حمل. نعم ما عندك حمل، خلاص طلع الموضوع. دكتور نرجع لموضوعنا اللي هو الدوالي، ما مدى انتشار الدوالي بين الرجال؟ نرجع زي ما قلنا في السابق انه حوالي 15% من الناس عندهم دوالي. طبعا نجد ان حوالي 95% من الدوالي بالجهه اليسار، هذه النتيجه الى التركيبه الـ يعني الاناتومي اللي هو يعني بالجهه اليسار. مثلا نجد انه الاوعيه الدمويه تصب مثلا في الوريد اللي يطلع من الكليه، بينما باليمين يروح على طول مباشره للاي في سي اللي هو الوريد الكبير اللي يشيل معظم الدم من اسفل الجسم. فهذه لها علاقه بالتركيب، ما هو مشكله، لكن المشكله الحقيقيه هي في انه الاورده هذه يوجد فيها صمامات. الصمامات هذه احيانا يحصل فيها خلل. الخلل متى ما حصل الخلل يحصل ارتجاع للدم للخصيه، بينما بالجهه اليمين بحيث انه لا توجد المقاومه لما الدم يسري من الجهه اليمين الى الدم ما في مقاومه، فما تبين المشكله بالجهه اليمين. فنجد انه 95% بالجهه اليسار. هذا من ناحيه، من ناحيه بالنسبه لهذا كذا. اضافه الى ذلك انه عمليه الدوالي يجب ان يكون يعني احنا ما نعملها لكل شخص. نعم كذا، يعني شخص مثلا ما عنده مشكله ما نسوي له الدوالي نهائيا. اذا ما عنده مشكله بالخلفه، لو احنا نظرنا الى الاسباب الرئيسيه، هي في 3 أسباب رئيسيه اللي تخلينا نعمل عمليه الدوالي. 1 اللي هو اذا في تاخر بالحمل. نعم. 2 اذا كان الشخص في سن حول البلوغ اللي هو وقت نمو الخصية، ووجدنا أن الخصية حجمها أصغر من الخصية الثانية، هنا تعمل عملية الدوالي بحيث أنه ما تمنع من نمو الخصية.
السبب الثالث اللي عليه كلام كثير هذا، وأنا من الناس اللي ما أميل له، اللي هو الآلام في الخصية. لأنه الآلام هذه مهما عملت، حتى لو عملت الدوالي، معظم الناس يبقى الألم موجود. فأنا من الناس اللي ما أحب هذا السبب. يعني معناته أن الدوالي تؤثر على خصوبة الرجال، تؤثر إذا زي ما احنا نرجع الموضوع السابق، أنه إذا الشخص عنده مشكلة يهمنا موضوع الدوالي، إذا ما عنده مشكلة لا. طيب دكتور، تبينا ناخذ الفيديو حق الدوالي لو سمحت مخرجنا؟ هذه العملية طبعا تحت الميكروسكوب، الحبل الناقل يحتوي هذه أوردة اللي احنا جالسين نشوفها. طبعا لما نعملها تحت الميكروسكوب نشوفها بدقة ونحاول نسلكها ونغبط الأوردة هذه اللي فقدت وظيفتها، اللي بحيث انه يرجع الدم من الى الخصية، لهذا تغبط بحيث انه تمنع ارتجاع. طبعا في أوردة كثيرة موجودة، لكن احنا نركز على الأوردة اللي فقدت وظيفتها ونقدر نحددها على حسب حجمها. يعني لما نجد في أوردة بحجم مثلا الأوردة اللي احنا شايفين هذه كذا، هذه غير طبيعية، فهذه تغبط. ولهذا طبعا هذه العملية يعني جدا بسيطة، يعني تعتبر يعني لا يعني ما تاخذ حوالي يمكن 45 دقيقة، وفقط الجلد هنا ينفتح، فما تاخذ الوقت لهذا كذا. إضافة إلى ذلك أن مضاعفاتها قليلة جدا، وتنعمل كجراحة اليوم الواحد لهذا كذا. ويعني أعتقد أن هذا أنا أعتبرها هي الخيار الأفضل من أنواع عمليات الدوالي. و يتم من خلال، هل يتم تشخيص الدوالي من خلال الدوالي؟ تنقسم الى ثلاث درجات تقريبا، وبعضهم يقسم الى اربع درجات، لكن عامه ثلاث درجات. يعني الدرجه الاولى والثانيه والثالثه، كل ما تزيد تكون الدرجه اكبر. الدرجه الاولى تكون بالفحص احيانا صعبه شويه انك تحدد، تكون في شك فيها. الدرجة الثانية والثالثة لا، واضحات من الفحص. بالدرجة الأولى نعتمد في معظم الأحيان على الموجات الصوتية، فإذا تبين أنه بالموجات الصوتية أنه في وجود للدوالي ورجوع للدم، خلاص نقول أن الشخص اللي عندك أنت الدوالي من الدرجة الأولى، اللي هي أقل الدرجات. ممتاز، كما هو ظاهر يعني في الله. أين هذه ممكن يسويها في نفس اليوم ويطلع البيت؟ هذه جراحة اليوم الواحد سريعة، يعني تحتها بنج نصفي أو بنج كلي. طيب يا دكتور، بعد ما يسوي العملية، ما هي فوائد العملية؟ يعني العملية ما نتوقع أن نشوف فوائد لها بعد ثلاث شهور من العملية، لأن الحيوان المنوي حتى يتكون يأخذ حوالي شهرين ونص، فإحنا نبي نشوف الحيوانات المنوية اللي تكونت بعد العملية. بعد العملية فنبدأ من ثلاث شهور، نبدأ نعمل عملية التحليل السائل المنوي ونكرره إلى 9 شهور. بعد كذا إذا ما حصل تحسن، معناها أن الشخص ما استفاد منها. بعضهم يا دكتور عنده دوالي خفية، ما هي بالدوالي اللي معروفة، أو في حين حاجة نسميها اللي هو سب كلينيكال، اللي هو لما حنا قسمناها قبل قليل عن أنه درجة أولى وثانية وثالثة، في قبل الدرجة الأولى. طبعا هذه فيها عليها كلام كثير، يعني في ناس لا يؤمنون فيها، وفي ناس يؤمنون وجودها، وأنا أميل بالناس اللي لا أؤمن يعني بأنه ما تحتاج أن تعملها أي شيء. نعم، هنا في الفيديو الظاهر إيش يا دكتور؟ هذا الأوردة اللي هي اللي قلنا أن فيها الصمامات اللي فقدت وظيفتها، تنغبط، وهذه العملية هي تركيزها على هنا. طبعا في حاجات مهمة جدا، أنه لما حنا نعمل الأوردة هذه، عادة دائما يكون في بجنبها قنوات لمفاوية شفافة ما ترى بالعين المجردة، لكن لما نستخدم الميكروسكوب نشوفها ونستطيع نفصلها عن الأوردة، لأن لو غبطت هذه، السائل اللي دائما يتكون حول الخصية اللي يخلي الخصية تتحرك يصير ما في تصريف له، فيتكون كيس موية حول الخصية، وأحيانا ممكن يتطلب عملية. وكيف يتم تصريف الدم من الخصية بعد ربط الدوالي؟ لأن في مجموعة أوردة شبكة. نعم،
كثيرة. احنا فقط نغبط اللي فقدت وظيفتها الكبيرة، لأنه المفروض أنه ما تكون بالحجم هذا، تكون أصغر طبيعية. نعم طبعا اللي نجدها في حجم كبير هي اللي نغبطها، زي زي اللي موجودة هنا، هذه غير طبيعية، أنه هذه لأنها صارت خلاص فقدت فيها الصمامات، لا ما تحجز الدم فيصغر حجمها بعد. لا هو من فوق الغبط يصغر حجمها، بس من تحت تبقى كبيرة، بس أنه أهم شيء أنه تمنع ارتجاع الدم. وهل لها علاج الدوالي يا دكتور غير جراحي؟ لا، علاجها جراحي. تدخل جراحي. طيب دكتور، نتكلم عن عمليات الدوالي من جهة أخرى، يعني الأسعار، أسعار عمليات الدوالي خصوصا في المراكز، يعني مو باليتامى الحكومي، هل هي بذات باهظة الثمن مثلا؟ والله يعتمد على وش نوع الطريقة اللي انت تستخدمها. إذا أنك تبي تستخدم الميكروسكوب طبعا هذه تكون حوالي تزيد يمكن 20-30% أكثر من الطريقة العادية، أنه هذا كذا. إضافة إلى ذلك مشكلة الميكروسكوب أنه ما كل الناس عندهم خبرة في استخدام الميكروسكوب، أنه هذه واحدة من المشاكل، لكن أنه مضاعفاتها أقل ونتائجها أفضل. يعني هذا هذا من ناحية الاختلافات. لكن انه مثلا انا لو خيرت بين شيئين، واحد فيه المضاعفات اعلى والمضاعفات هنا اقل، طبعا اروح للشيء اللي اقل مضاعفات مهما كان. ويكون الميكروسكوب هذا من اخر التطورات في الجراحه؟ هو ما يعتبر من اخر التطورات، يعني هو الميكروسكوب قديم موجود، ولكن استغل واستفيد من وجوده بحيث انه تكون العمليه ادق وافضل. دكتور، احنا بنرجع بعد للهاشتاج، فيه أسئلة من الجمهور الكريم متابع للحلقة. يقول السلام عليكم، هل يمكن إعادة عملية المسح المجهري مرة ثانية عند فشل جميع محاولات التلقيح المجهري؟ هنا يعتمد على وش النتيجة اللي خلال العملية. العمليات المسح المجهري احنا نعيدها في تقريبا حالة واحدة، يعني وحيدة، إذا وجد حيوانات منوية ووجدنا في أكثر من جيب، بحيث أنه لو رجعنا مرة ثانية نعرف أنه راح نلقى شيء. لكن لو عملنا عملية المسح المجهري وبصعوبة يا دوب وجدنا مثلا جيب واحد أو كمية بسيطة، بالحالة هذه ما نحبذ أنها تعاد مرة ثانية. كذلك في سؤالي دكتور، أنا حامل وعندي التهاب في البول وراح أسافر بعد يومين بالسيارة، سفر اضطراري، هل يؤثر على حملي؟ أولا هل أخذت علاج ولا لا للالتهاب؟ لا. هذا أهم شيء، لأنه خلال الحمل أي التهاب في البول يجب علاجه، حتى لو أنه مثلا لو ننظر نظرة عامة بالنسبة للبول عند النساء، لو وجدنا في بكتيريا موجودة في البول عند النساء وبدون ما في أعراض ما في داعي لعلاجه. ولكن هذا الشيء لا ينطبق على الحوامل. في حالة الحوامل لو وجد بكتيريا لو ما تشتكي لا يجب أنه يعالج. طيب سؤال أيضا، يا ليت تسأل الدكتور، ما علاج اللزوجة العالية للحيوانات المنوية مع أن عدد الحيوانات المنوية جيد ولا يوجد ضعف؟ موضوع اللزوجة هذا أقل مؤشر احنا ننظر له من المؤشرات بالنسبة للسائل المنوي، يعني ما هو ذات أهمية. يعني لو وجد عندي مثلا العدد جيد والحركة جيدة والأشكال كويسة ما يهمني موضوع اللزوجة، ما تهمني كثير. في هنا بس أحب أوضح نقطة مهمة جدا، اللي هو احنا لما ننظر إلى مؤشرات السائل المنوي ننظر إلى ثلاث حاجات، اللي هو الأساسية العدد والحركة والأشكال. العدد والحركة والأشكال هذه لا تعطينا فكرة جيدة عن الوظائف حق الحيوانات المنوية. طبعا أحيانا تجد أنه كل شيء سليم ولكن ما يحصل حل. طبعا الآن في تحليل يعني يعطينا خلفية شوية عن وظائف الحيوانات المنوية، اللي هو نفحص مادة الحمض النووي في الحيوان المنوي.
لأنه أحيانا يحصل فيها تكسر، وإذا وجدت نسبة التكسر أكثر من 30% هذه معناها فرصة الحمل ضعيفة جدا. طيب لو قلت أقل من 15% هذا معناها بالمعدل الطبيعي، فهذه تعطيني عن يعني زي ما تقول فكرة عن موضوع وظائف الحيوانات الملوية. نعم نستأذنك دكتور في اتصال. مرحبا أخت ملك. ألو. تفضل يا أخت ملك. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتور؟ تفضلي تفضلي معك الدكتور. دكتور أنا حامل عادي أسافر؟ اي عادي تسافر ما في مشكله ان شاء الله. اذا ما طبعا الكلام هذا افضل شيء انه الانسان تسالين الطبيب. ما الدكتور جوال قصير. كم عمر الحمل يا دكتور مثلا؟ نعم هل يؤثر عمر الحمل؟ هو افضل حاجه الانسان دائما يقول يعني ما يعني من قال لا اعلم فقد افتى. نعم. شايف كيف؟ فانا اؤمن بشيء بانه التخصص، أنه كل إنسان يفتي في مجاله، فأفضل شيء أن الطبيب اللي يتابع حالتها ويعرف وضعها. نعم. إذا كانت المعروف الشيء الطبيعي والمعروف أنه الحمل هذا شيء فسيولوجي، يعني هذا شيء طبيعي لا يمنع من السفر لا يمنع من شيء، كل يعني طبيعي، هذا شيء طبيعي. نعم. لكن لو الشخص عنده حالة مثلا أو وضع معين، أعتقد الطبيب المتابع واللي يعرف الحالة هو اللي يقدر يفتي فيها. هو اللي راح يقرر، لأنه ممكن يكون عندها مشاكل ما يعني ما في أشياء ممكن ما نعرفها، لكن ممكن الطبيب يكون اللي متأخر. أي نعم الطبيب اللي تابعها أو في أواخر الحمل. أي نعم. تفضل أخوي محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخوي؟ ما مرحبا حياك الله. ممكن أكلم الدكتور؟ تفضل تفضل الدكتور معك. الو دكتور. هلا محمد هلا حياك الله تفضل. الو تفضل تفضل. انا اخوي مزوج لي 4 سنوات. هنا وما حصل حمل باقي حتى الحين، فسويت السائل المنوي. هنا فكان العدد ما هو مترتب، مره اول مره اسويه كان 4 مليون وكان المره الثانيه 16 مليون ومرة نزل مرة ثالثة 2 مليون ومرة ارتفع ل 19 مليون. اي نعم. فسويت الحركة يقولوا لي كويسة. اي نعم. الحركة يقولوا لي كويسة، أما التشوهات فما بينت لي حتى الحين. ما تعرف عنها شيء. فما أدري وش الله حتى الحين. والله محمد هو أفضل شيء أنه طبعا يقيم وضعك، أحسن حاجة أنه طبعا في علاجات لقلة الحيوانات المنوية، في علاج الحركة، في علاج التشوهات، فتوجد علاجات، ولكن هذه العلاجات تحدد على حسب وضع الشخص مثلا، أنه يعني هل شافك أحد مثلا فحصك من الدكاترة مثلا، لأنه في علاجات ويحصل استجابة جيدة. هلا ارفع صوتك يا محمد ترى ما نسمع. لو سمحت يا دكتور اقدر اتواصل مثلا على في ايميل ولا شيء؟ نعم محمد في الكنترول حط رقمك وراح يتواصل معك الدكتور ان شاء الله. شكرا لك باذن الله. دكتور الكريم في سؤال هنا يهم، هل تمنع الدوالي؟ هذا اللي جاوبنا عليه يا جمهورنا الكريم او تطرق له الدكتور، خلاص يعني الاجابه مرت. بس في سؤال يقول يا ريت يا دكتور تخبرنا بأضرار العادة السرية على الحيوانات المنوية. والله يعني في كل شيء، أو يعني أول شيء من الناحية الشرعية أنه معروف أنه هذا الشيء لهذا كذا، إضافة إلى ذلك أنه أي شيء فيه إفراط طبعا مهما كان مضر ما فيها نقاش هذا كذا. لكن بالنسبة للحيوانات المنوية على علمي أنه ما فيه لها علاقة بهذا الشيء، ما تتأثر من ذاك التأثر. دكتور سؤال أيضا يقول هل يمكن عمل عمليات أطفال أنابيب ناجحة لمن هو مصاب بالدوالي وتضخم البروستات؟ طبعا هنا ما ممكن شخص يخلف حتى طبيعي وعنده تضخم بالبروستات وعنده دوالي، ما لها علاقة، يعتمد على وش المشكلة اللي عنده. المشكلة اللي عنده من سؤاله إنه بيسوي بدل ما يسوي هو للدوالي عملية ولا
لتضخم البروستات أي تدخل جراحي، قال خلني أسوي عملية أطفال أطفال أنابيب. أنابيب. أطفال أنابيب، هذا من صيغة سؤاله. هو يعتمد، وأحيانا حنا ممكن أحيانا حنا ننصح الشخص بأنه يتجه إلى أطفال أنابيب، مثلا لو عنده العدد قليل جدا، مثلا لو المشكلة كمان الزوجة مثلا عندها كمان مشكلة، ففي أشياء معينة حنا أحيانا ننصح الشخص بأنه يتجه إلى أطفال الأنابيب، لكن ما هو دائما هذا الشيء. أخت سائلة تقول هل زيادة سماكة جدار الرحم تمنع الحمل؟ الله، هي تعتمد على كيفية تشخيص أنه سماكة جدار الرحم. لا علم لي في ذلك. نعم. لو سمحت يا دكتور، في حالة زوجي بالصورة المرفقة، عن إذنك يا دكتور ناخذ بس الحالة. زوجي كان عنده انسداد والسائل المنوي قليل والحيوانات ضعيفة، بس بعد العملية زادت بشيء بسيط، وبعدها سوينا أنابيب ولا نجحت، هل يمكن ياخذ علاج ويكون حمل طبيعي بدون أنابيب؟ علاجنا بمستشفى الملك فهد بس المواعيد تطول. هو بالحالات اللي يكون فيه مثلا لو الشخص تعرض لالتهابات متكررة، يحصل أحيانا ضيق أو انسداد بالقناة اللي تفتح في داخل البوستات ويطلع السائل المنوي منها. لو حصل فيه ضيق أو انسداد، معناها أن الحيوانات المنوية ما تطلع. في حويصلة تجتمع فيها الحيوانات المنوية، وخلال القذف أنها تفضي الحويصلة. لما يكون فيه انسداد ولا ضيق، تجلس الحيوانات المنوية فترة أطول ويكون عمرها قديم، فجودتها ما هي جيدة. لهذا السبب لو وجدنا مثلا شخص عنده كمية السائل المنوي قليلة، الكمية نتكلم، ما نتكلم عن هذا كذا، ووجدنا أن الحركة ضعيفة جدا، هذا معظم الناس اللي يعملون حتى لو عملوا أطفال أنابيب بتكون النتائج سيئة. فبالحالة هذه يكون أمامك خيارين، يا أما أنه يعني يتم فتح هذه القناة اللي مقفلة إذا أمكن، أو اتجاه لأطفال الأنابيب ويؤخذ من الخصية مباشرة، بحيث أن تكون الحيوانات المنوية يعني سليمة ويعني وجديدة، ما تكون قديمة. يعني وشفنا حالات أنه مثلا انعمل مثلا 5 أو 6 أو 7 محاولات أطفال أنابيب وكلها فشلت، ومن أول محاولة لما أخذنا عين من الخصية أنه حصل عندهم حمل. صحيح. لهذا كذا، فهذه نقطة مهمة جدا. طبعا هذا اللي يحدد المشكلة لما خلال الفحوصات وهذا كذا. دكتور نرجع لحالة محمد، قال انه عنده 4 مليون وبعدين صارت 16 ونزلت 2 مليون بعدين ارتفعت الى 19 مليون. تراوح هذا هو فيه احيانا يكون فيه نزول وطلوع لهذا كذا. الحالات اللي زي كذا مهم جدا الواحد يشيك على موضوع الهرمونات عند الشخص. نعم. مهم جدا. وش المفروض يشيك؟ اي هرمون مثلا؟ كلهم هم المعروفين في عندنا الاف اس اتش حق الغده النخاميه والال اتش والتستوستيرون وهرمون الحليب، هذه الاربع هرمونات لازم يشيك عليها الشخص ويشوف اذا وجد انه فيه عنده مشكله منها تصلح وتعالج. في سؤال هنا دكتور يقول هل يمكن السحب من البربخ دون عمليه المسح المجهري علما سبب الانسداد عيب خلقي؟ إذا كان مثلا أنه الشخص مثلا مثال بسيط أنه ما عنده حبل ناقل للحيوانات المنوية، بالحالة هذه نفضل أنه ينوخذ من البغبخ. ليه؟ لأنه يكون الحيوانات المنوية اللي في البغبخ أحسن من الخصية، تكون مكتملة النمو ومتحركة، وممكن نحصل على كمية كبيرة منها، وممكن تجمد وتحفظ وتستخدم في المستقبل. فهذا هي الخيار رقم واحد يعني بالنسبة لهذا. لكن جراحيا يعتمد زي ما قلت لك انه على، لانه انت لما يعني المسح المجهري هذا تعتمد اذا كانت المشكله ما هي بالبغبغ، تكون المشكله بالخصيه. لكن في عندنا خيار ثاني استخدام مو المسح المجهري، نتكلم عن اخذ عينه من البغبغ تحت الميكروسكوب، وهذا يعني يعتبر حتى افضل من السحب بالابره من البغبغ، لانك انت تفتح الانابيب وتاخذ من افضل الانابيب اللي موجوده من البغبغ، وعمليتها بسيطة جدا وتحصل على كمية جيدة وكويسة. واللي هو على شكل أنابيب تكون، هو تكون لما احنا نفحص منطقة البغبغ تكون أنابيب يعني متضخمة. متضخمة. طبعا هنا المكان اللي انت تاخذ منه مهم جدا، كل ما تكون تتجه
يعني إلى رأس البغبغ أكثر من الذيل يكون الجودة أحسن. لأن اللي تكون حول منطقة الذيل تكون قديمة وتكون ميتة، بينما اللي تكون في رأس البغبغ تكون جيدة. فهذه من محاسن عملية لما تنعمل تحت الميكروسكوب، أنك تحدد بالضبط وين المكان اللي تأخذ. نعم دكتور، أنا عندي التهاب، الدكتورة أعطتني علاج قالت خذي 5 أيام، وبعد أيام بعد 5 أيام وقفي وسوي تحليل وتعالي وقت الدور خف، ولما وقفت رجع، ما وضحت وش التهابها، ما وضحت وش، ما هو واضح، مو واضح سؤاله. نرجع للموضوع، نحن يا دكتور نتائج الجراحة اللي راح تعطي تفاؤل كبير للشخص اللي عنده دواء اليوم، النتائج الأساسية اللي مثلا ننصح شخص نقول له راح سو جراحة الدوالي، وش النتائج اللي راح تطلع لك بعد العملية؟ طبعا بعد عملية الدوالي نتوقع احنا من 60-70% من الناس يحصل تحسن عندهم ان شاء الله، وتحسن احيانا جيد ممتاز، ولكن في بعض الحالات انه 60-70% هذول يحصل عندهم تحسن، في بعض الناس لا يحصل تحسن ولكن لفترة بسيطة ويحصل انتكاسة، في ناس يستقر الوضع عندهم ولا يحصل تغير، وفي ناس لا المشكلة تستمر. كم نسبة الحمل إن شاء الله بعد الجراحة؟ والله طبعا بالضبط لا ما أعرف بالضبط أنه كم النسبة لهذا كذا، ولكن فيه دراسات عملت أنه كذا ثبت أنه لا بأس في النسبة اللي يحصل عندهم حمل ويحصل فيه تحسن. طبعا حنا دائما لما نشوف نسبة التحسن في السائل المنوي أكثر بكثير من نسبة الحمل، نسبة الحمل أقل مقارنة بالتحسن، ولكن بالسائل المنوي نشوف تحسن جيد. نعم وخلال كم الفترة يا دكتور بعد ما يسوي العملية على أساس أنه بيطلع حمل، كم الفترة من ما نتوقع بعد قبل 3 شهور، يعني من بعد 3 شهور وفوق أنه ممكن يحصل نشوف نتائج حمل. طيب دكتور في سؤال هنا يقول لك هل تمنع الدوالي الإنجاب أم حسب شدة الحالة؟ شدتها فقط تأثر إذا كان عنده مشكلة، يعني مثال بسيط أنه ممكن أجد شخصين واحد عنده من الدرجة الثالثة وما عنده مشكلة نهائية، وممكن ألقى واحد عنده من الدرجة الأولى ويكون في عنده مشكلة. فهو المقياس الحقيقي أنه لما أشوف معيار أو مقاييس السائل المنوي إذا وجد فيها مشكلة معناها أن الدوالي من الأسباب اللي خلف هذا الشيء. وفي سؤال حول ارتفاع هرمون الحليب، هذا طبعا أحيانا لما يكون فيه عندنا ورم مثلا في الغدة النخامية أنه ممكن تفرز كمية كبيرة من هرمون الحليب، وهذا يؤثر إذا خاصة إذا كانت الكمية أكثر من الضعف الطبيعي. هذا كذا طبعا معظم الحالات اللي يكون في عندهم تضخم أو ورم، طبعا معظم الأورام تكون حميدة اللي بالغدة النخامية، وفي بعضها ما تبين حتى بالأشعة، لكن إذا وجدناها إذا وجدت تكون فيه عندي أجد أنه الهرمون الحليب مرتفع في معظم الحالات والثانية منخفضة. بالحالة هذه يحتاج أول شيء علاج دوائي، وإذا ما استجاب الشخص للعلاجات الدوائية ممكن فيه يكون تدخل جراحي. الكثير يعاني دكتور من المشاكل في المسالك البولية، أكثر الناس مثلا من الكلى أو الحالب أو المثانة، فهل لها تأثيرات في الإنجاب؟ بالإنجاب يعني ما لهم التأثير اللي يعني اللي يذكر إلا في حالات محدودة، يعني مثلا شخص عنده مثلا فشل كلوي هذه في لها علاقة، مثلا هذا كذا واحد عنده مشكلة في عنق المثانة هذا ممكن تسبب عملية ارتجاع، يعني مثلا نضرب أمثلة، مثلا الناس اللي عندهم السكر ولفترة طويلة نجد أن عندهم الأعصاب المثانة تتأثر، فعنق المثانة ما يكفي 100%، فيحصل عندهم نسبة
اضطجاع للسائل المنوي للمثانه، فهذه واحده من المشاكل اللي كذا. الناس اللي مثلا عاملين جراحات في السابق مثلا للبروستات او لعنق المثانه يكون في عندهم مشكله. الشخص اللي يكون مثلا عنده مشكله جراحه في الاحليل في السابق وفي عنده ضيق في مجرى البول ممكن يكون عنده مشكله. اضافه الى ذلك ان ما ذكرنا في السابق انه الناس اللي يكون عندهم مثلا ضعف في الانتصاب وشغلات كذا، هذه بعد نفس الشيء تكون واحده من الاسباب. طيب دكتور، لو رحنا للقدره في الكميه الانتاج، يعني قدره الرجل او هو عاده السن بالنسبه للرجل يختلف عن المراه. نعم. يعني ممكن الشخص يصل الى 80 سنه وممكن يخلف. نعم. هذا كذا، ولكن يكون فيه نزول تدريجي بكمية الحيوانات المنوية كذا، ولكن هذا لا يعني أنه ما يخلف الشخص، ممكن يخلف حتى لو عمره 80 سنة. نعم. ولكن يكون فيه نقص تدريجي يختلف عن النساء. النساء لا، أنه لما تصل سن 40 يبدأ النزول حاد، احتمالات الحمل تكون أقل قليلة يعني. جدا. وزي ما تكلمت يا دكتور عن الردة أو اللي تسمع فيها يا دكتور اللي هو ارتداد الحيوان المنوي، هي ارتجاع السائل المنوي للمثانة. هل في طريقة بدون هو في بعض العلاجات، ولكن معظم العلاجات ما تؤدي إلى نتيجة. ليه؟ لأن الموضوع يتعلق بالأعصاب، عنق المثانة هذا كذا، فهذا الناس يعني الأدوية معظم الأحيان ما يحصل استجابة. الحالات هذه كذا يكون أمامنا خيارين، يا أما أنه بعد ما يحصل ارتجاع للسائل المنوي للمثانة أنه يؤخذ السائل المنوي وينعمل التلقيح الصناعي. نعم. اللي هو هذا أقرب شيء للطبيعي. أو بالحالة الثانية أنه يؤخذ مباشرة من الخصية وينعمل الحقن المجهول. دكتور، فيه سؤال يقول زوجي يعاني من الدمامل اللي هي الخراج، هل تؤخر الحمل؟ ما لها علاقة. بس إجابة للسائل. دكتور، عندي الحركة صفر، راجعت عند الدكتور وطلب مني أنابيب، سويتها وفشلت، حاول ياخذها من الخصية. يقول أنا حاولت أنه ياخذها من الخصية، رفض الدكتور، يقول ناخذها وننشطها بالمختبر. هذا مو صحيح، لا يوجد، هذا الكلام غير صحيح نهائيا. أنك تأخذ حيوانات منوية وتعمل تغير فيها أي شيء في المختبر، هذا الكلام علميا لا وجود له. لأني بعيد لك سؤاله علشان نوضح للمشاهد أنه غير صحيح. الدكتور، عندي الحركة صفر، راجعت عند الدكتور وطلب مني أنابيب، سويتها وفشلت، حاولت ياخذها من الخصية، رفض، يقول ناخذها وننشطها بالمختبر. هذا الكلام غير صحيح. بالحالات اللي زي كذا أنه أول شيء نبحث وش سبب ضعف الحركة. نعم. لأن احنا لما نجد مثل الحركة صفر يكون فيها أسباب كثيرة، واحدة من الأسباب أنه يا أما تكون المشكلة في الخصية. نعم. أنه ما يكتمل نمو الحيوانات المنوية فتكون حركتها ضعيفة جدا، هذه واحدة. اثنين، أنه مثلا لو كان فيه مشكلة في الطريق انتقال الحيوانات المنوية، لو في انسداد نفس الشيء يعملنا نفس المشكلة. فحنا دائما أي إنسان يكون في عنده الحركة ضعيفة جدا كذا يجب أن نحدد وين المشكلة أنه هذا كذا. إضافة إلى ذلك في حالات قليلة أنه مثلا الناس اللي يكون حصل عندهم التهابات، الناس اللي يكون مثلا عندهم في أجسام مضادة، هذه من الأشياء اللي قليلة لهذا كذا. لكن في البداية يجب أن أول شيء ننظر إلى كمية السائل المنوي، وهذا مهم جدا. يعني لما أنا مثلا يجيني شخص مثلا وعنده كمية السائل المنوي أقل من نص ملي مثلا أو أقل من واحد ملي، بالحالة هذه يجب أني أنا أتأكد أنه ما يكون في عنده انسداد. طبعا كيف نتأكد؟ في حاجتين نعملهم. أولا أنه نعمل فحص البول بعد عملية الإنزال بعد القذف، ونشوف نتأكد أنه ما يكون عنده ارتجاع هذا الشخص للسائل المنوي. لو طلع ما في حيوانات منوية في البول معناها المشكلة مشكلته ما هي ارتجاع. الخطوة الثانية اللي بعد كذا نعمل له منظار من خلال المستقيم في الموجات الصوتية، وننظر للحويصلة اللي موجودة. إذا وجدنا الحويصلات اللي حول منطقة البوستات متضخمة معناه في عنده انسداد بالقناة الناقل بين الحويصلة والمنطقة البوستات، فبالحالة هذه أما يتطلب أنه ينعمل له عملية جراحية ولا كذا. لو وجدنا أن الحويصلة سليمة معناها المشكلة في الخصية. نعم. نسمح لنا نأخذ الاتصال يا دكتور وريح شوية شغلناك تعبناك. مرحبا أخت عنود.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رجعت الدكتور قبل رمضان في شهر 7 تقريبا. زوجي عنده عيال، وإذا حللت الحيوانات المنوية عند الصفر، وجيت عند الدكتور وهذا وحلل وكشف عليه وخذ الدرجة الثانية منه وكشف على الخصية، وبعدين الدكتور قال لي كلمتني السكرتيلة حقته وقالت تروحين وتجين، لأني ما شرح لي يعني إيش عندي، يعني هو أقدر أسوي أنا به بطالة وما أدري إيش، ورجلي كبير يعني بس يعني في 60 عمره كذا. عمره في 60. هو عند عيال بالقبر، بس إني كل ما عرضت على المستشفى المصرفات عادي، أنا جيت عند الدكتور هذا في المستشفى الذرية في الرياض. نعم. وحلله وخذ اشاعات وخذ على فحوصات واخر شيء الخصيه كشف عليها، بعدين الدكتور ما كلمني ما قال لي شيء يعني ما شرح لي الوضع وشلون. اي دكتور اللي جيتي عندي؟ هو هذا الدكتور احمد. ممكن انا شرحت لزوجك يعني. والحين انت وردت يا دكتور. دبر عمرك. لا هو عاده دائما احنا لما يكون الشخص مثلا ما عنده حيوانات منويه نحدد وين المشكله، انه هل المشكله انه هل مشكلته انه الخصيه لا تنتج الحيوانات المنويه، هل المشكله انه في عنده ارتجاع، هل مشكلته أنه ما يطلع السائل المنوي، فهذه لازم نحدد المشكلة أول شيء، وبعدين نحدد أنه لو وجد مثلا أفضل أنه مثلا المشكلة كانت بالخصية ما تنتج حيوانات منوية، بالحالة هذه ما نقدر حتى نعمل أطفال أنابيب، فتحديد المشكلة مهمة جدا أنه نعم. تفضل يا أخت أم عبد الملك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير. وياك. ولدي عمرها 11 سنة، من يوم هو طفل صغير ويعني من أيام الولادة حولوني على يعني حقتنا مسالك البولية، فقعدت تراجع عندهم، بالأخير قال لي الدكتور هو عنده اكتشفنا أنه ما عنده إلا نص خصية يعني خلقته، فالحين عمره 11 سنة ما أدري أقدر أسوي له شيء أراجع فيها، والدكتور قال لي خلاص ما له أي مراجعة ولا له أي شيء، يعني احتمال أنه ما ينجب إذا أن الله أعطاه عمره وتزوج. والله هو عمره 11 سنة. هو أول شيء لازم نحدد أنه هو طبعا أكيد مشكلته أنه عنده الخصية المهاجرة أو الخصيتين المهاجرات، أول شيء لازم نحدد أنه هل الخصيتين موجودات ولا ما هم موجودات. لا ما هم موجودات، كلام الدكتور أنه يعني تشوه خلقي يعني. ما اختلفنا، بس أنه لما تكون الخصية غير موجودة بالصفن معناه في كذا احتمال، في احتمال أنه تكون الخصية غير موجودة نهائيا أو الثنتين مثلا، الاحتمال الثاني أنه تكون موجودة بالقناة اللي موجودة، بحيث أنه دائما الخصية تتكون داخل البطن وتنزل في قناة، أحيانا توقف داخل القناة اللي موجودة حول منطقة العانة، هذا كذا يمين عن العانة وشمال عن العانة، والاحتمال الثالث أنها تكون داخل البطن، فبالحالة هذه لابد من عمل شيء مثلا للغنين المغناطيسي، أشعة غنين المغناطيسي مهمة جدا أن نحدد وين مكان الخصية، هل هي موجودة ولا ما هي موجودة، بعد ما نحدد هذا الشيء نشوف وش الخطوة الثانية، إذا وجدت داخل البطن لازم إنها تنشأ الخصية أو يعني تنزل. يعني دكتور فيها أجهزة مثل الرنين المغناطيسي ممكن يطلع لك وين الرنين المغناطيسي؟ طبعا هو يعتبر كخط واحد. نعم. بعد كذا لو مثلا بغنين المغناطيسي ما ظهر شيء احنا يعملوا المنظار. نعم. داخل البطن ويشوفون انه هل الخصيتين موجودة ولا ما هي موجودة، وحنا اكثر شيء احنا نخاف منه انه الخصيتين اذا كانت داخل البطن. طيب مثلا لحالة ولد ام عبد الملك. نعم. ممكن يعتمد على الفحص اللي سواه الدكتور؟ لا اذا مثلا ممكن يكون ملتصقة في مثلا بطن. احيانا انها تكون بالقناة غير محسوسة. نعم. فهنا الموجات الصوتية احيانا ما هي حساسة واجد إلا إذا كانت في القناة. هذا يعتمد على الجهاز. إيه نعم. الفحص. إيه نعم. لكن الغنين المغناطيسي. لا. فهل يتوفر لديكم الأجهزة الدقيقة؟ موجودة، غنين المغناطيسي موجودة. طبعًا هي. أفضل في مركزكم يا دكتور. موجودة، إحنا نحولها إلى مراكز ثانية نسويها. طيب يا أم عبد الملك حطي رقمك عند الكنترول عشان تتواصلون مع الدكتور إن شاء الله. بما إنه الأجهزة اللي عندهم حديثة مو مقصر إن شاء الله معك. نأخذ اتصال من أبو فهد. تفضل يا أبو فهد. السلام عليكم. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. بغيت الدكتور مثلا. تفضل معك الدكتور. الله يرضى عليك دكتور. أنا عندي صلحت عملية دوالي قبل حوالي سنتين. أي نعم. ولكن لحد الآن بعد ضبع لكن العدد معي مضبوط وعندي الحركة الحين ضعيفة، ولكن العدد ممتاز.
ولزوم الحمد لله والشكر يعني ممتازة، ولكن عندي الحركة ضعيفة لحد الآن. هل حصل تحسن بعد عملية الدوالي؟ والله الحمد لله بالعدد حصلت ممتاز. الحركة حصلت تحسن؟ ها؟ الحركة حصل فيها تحسن؟ بالحركة لا ما حصل شيء. ما حصل شيء لهذا. ما حصل شيء. ممكن احيانا تحتاج الى بعض العلاجات، في بعض العلاجات تساعد على تحسن الحركه. في بعض العلاجات تساعد على تحسن الحركه. طيب دكتور، سرعه الحيوان المنوي اللي تقريبيه كم؟ او المطلوبه؟ هم دائما يحسبونها قياسات، قياستهم بالمختبر انه فيه مكان معين محدد لما ينظر لها، ويشاف انه مثلا الأول مثلا في بعضهم أول نص ساعة ولا مباشرة بعد نصف ساعة بعد ساعة وهكذا. أنه هكذا طبعا في بعضها تحرك حول نفسها، في بعضها لا تمشي على طول، وحنا هذا اللي تهمنا اللي تمشي على طول. هذا كذا اللي نسميه حنا الرابد بروجريشن اللي هو السرعة الشديدة. هذه هي المقياس اللي أفضل شيء للحيوان المنوي، فاللي نشوفه يتحرك مستقيم ويمشي باتجاه كذا هذه معناها جيدة. طبعا كل ما تزيد المدة بعد الفحص تقل الحركة، لكن اللي تهمنا أول ساعة. طيب دكتور، هل الحامض الأسيدي الموجود في الرحم المرأة دور في قتل الحيوانات المنوية؟ اللي مهم سريعة. والله إني ما أقدر أفتي لك في هذا الشيء، لكن أنا أعرف إنه في الأجسام المضادة لها علاقة، واللزوجة عنق الرحم هذول لهم علاقة. نعم. اسمح لنا ناخذ علي. تفضل أخوي علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ حيا مرحبا، حياك الله. أخوي أنا اللي متزوج 4 سنين. نعم. والسنة الأولى رحت فحص وقالوا إن عندي لحيوانات منوية صفر. صفر؟ إيه. أي نعم، تفضل. وقالوا خزعة، وسويت خزعة، وقال عندك الخصية تنتج حيوان منوي مرحلة وتوقف. ما يكتمل نموه. إي ما يكتمل. وذلك ما يطلع في الحيوان المنوي. واخر ما توصلوا له قالوا اللي هو التسريح المجهري. اي نعم. اي ف بغيت اسال دكتور عن التسريح المجهري، هل هو له اضرار في الحياه الزوجيه؟ ف تاثير بعدين على المستقبل؟ هو بالنسبه للمسح المجهري طبعا هي تستخدم كاخر حل، يعني لما مثلا الشخص مثلا ما عنده حيوانات منوية. لو أني أنا من الناس اللي ما أنصح بالخزعة العشوائية لأنها تأثر على الخصية ولا تؤدي بالنتيجة لهذا كذا، يا أما ينسحب بالإبرة، وإذا ما طلع شيء أن الشخص يروح يتجه إلى المسح المجهري. المسح المجهري إذا عملت العملية في طريقة صحيحة تأثيرها أقل بكثير من الخزعة العادية أنه لهذا كذا. وبالنسبة لوضعك أعتقد أنه في كثير من الناس أنه مشكلتهم أنه الحيوانات المنويه ما يكتمل نموها، عند حد معين تيقف نموها. السبب ما حد يعرف السبب. فبالحالات هذه اللي احنا وجدنا وعملنا دراسه عندنا مثلا بالمركز وتبينت نتائجها جيده، انه الناس ياخذون ادويه لمده 3 شهور تقريبا، وبعد كذا انه ممكن ينعمل لهم عمليه المسح المجهري. يعني كانت هذه الفئه اقل ناس تكون ايجابيه فيهم المسح المجهري. مع استخدام الأدوية والمحفزات هذه وجدنا النسبة ارتفعت عندهم، ولكن هذا هي الحل الوحيد حاليا إلى أن يخلقوا ما لا تعلمون. ممكن يجي جديد ممكن يحصل. الحمد لله. طيب دكتور، سؤال نرجع للهاشتاج. تقول سائلة، هل تنصح بالحمل لامرأة عمرها 46 سنة وزوجها لديه تضخم بروستات ولم تحمل منذ أكثر من 10 سنوات وسبق لها الحمل؟ والله ما أفتي فيها. عمرها 46 ورجلها عنده تضخم بالبروستات. بالنسبة لرجلها ما عنده مشكلة إلا لا يبغى له تقييم طبعا بالنسبة وكذا، بس بالنسبة لها هي إنه هل يحصل حمل ما يحصل حمل هذا الله أعلم، لأنه لابد تشوف طبيبة نساء وتقيم وضعها وهي اللي تحدد بالنسبة لها. وبعد ما حملت منذ أكثر من 10 سنوات بس إنها ما كان عندها سابقة الحمل كذا.
فزي ما قال الدكتور ردا على سؤالك، لابد أن تشخصين الحالة أو تروحين لطبيبة نساء ولادة لتعطيك المعلومات المفيدة. دكتور يقول لك: يا دكتور فارس، أرجوك اسأل الدكتور عن أسباب ارتفاع هرمون الذكورة لدى النساء وما علاجه، أرجو الرد. هو طبعا معلوماتي محدودة في هذا المجال، ولكن أنه في شيء معين، أنه النساء والرجال مثلا عند النساء يوجد هرمون الذكورة وعند الرجال يوجد هرمون الأنوثة، ولكن بنسب تتفاوت. عند الرجال مثلا هرمون الأنوثة قليل جدا، ولو زاد عمل مشكلة. نفس الشيء عند النساء، يكون الهرمون الذكورة لو زاد عمل مشكلة، من ضمنها مثلا بالنسبة لوجود الشعر مثلا، وجود الشغلات زي كذا. هنا أعتقد أن لابد من تقييم وفحص عملية المبايض، لأنه فيه لا أعتقد على معلوماتي أنه اللي عندهم مشكلة في المبايض يكون عندهم مشكلة الهرمون هذا. نعم، عشان نوضح للمشاهدين الكرام، الدكتور تخصصه العقم والذكورة والجهاز التناسلي لدى الرجال. فالأسئلة اللي تجي تخص النساء كان معنا الدكتور حمد، الله يطول عمره. وبمناسبة الدكتور حمد نشكره على هذه الكاسات، سواها الدكتور حمد صفيان، ألف شكر له، وأرسلها لنا البرنامج، الله يبيض وجهه. دكتور، سؤال: أنا سويت عملية ناصور أو عملية ناظور، ماني فاهم، منظار. أنا سويت عملية ناظور اللي هي منظار، وكان عندي التصاقات، والآن يقولون إن الرحم مرتفع، هل يحدث حمل؟ برضو مو متخصص، بس ليت نجاوب عليه. أنا ما أحب أني أتطاول على تخصصات غيري. نعم، طيب. زوجي عمل عملية الدوالي، كان نسبة الحيوانات المنوية 1.5 مليون، وبعد 3 شهور صارت 7 مليون، هل تزيد النسبة؟ ممكن تزيد. هل يحتاج منشطات أو لا؟ ممكن تزيد النسبة، وأحيانا نفضل إعطاء بعض المنشطات. من فترة يا دكتور بعد عملية الدوالي زي ما قلت 3 شهور، البعض يقول بعد سنة احتمال لا كبير. ننتظر من 3 شهور من بعد العملية، نحسبها إلى 9 شهور. نعم، بعد هذا كذا. طبعا لو تحسبها انت كلها من بدايه العمليه سنه. نعم، لكن احنا ما نتوقع نشوف شيء الا بعد 3 شهور. طيب، سؤال هنا يقول: هل اذا اصبحت فصيله دم الزوج والزوجه نفس الفصيله تاثر على الحمل؟ ابد، ما لها، ما تاثر. من عندي انا ومو بتخصصي، بس ما تاثر يعني. هنا في يشكرون لتواجدك وحضورك في البرنامج، وكذلك البرنامج وما يقدم من برامج مفيدة وناجحة، ربي يجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم، الله يجزاكم خير. ولكم أيضا دكتور، هذا السؤال اللي قالت: عندي التهاب، قالت عندي التهاب في البول، الدكتور أعطتني علاج، قالت خذي 5 أيام، وبعد 5 أيام وقفي وسوي تحليل وتعالي، ووقت الدواء خف، ولما وقفت رجع. لا، هنا لابد إذا كانت حامل، زي ما احنا نفس اللي إذا كان هذا السؤال نفس الـ نعم. الـ هذا لابد إنه العلاج، يعني أحيانا حتى ممكن نضطر إن نخلي الشخص إنه ياخذ علاج لفترات لو بجرعات بسيطة، ولا يحصل التهاب، لأنه في وضع خلال الحمل، لأنه لو حصل أي التهاب بسهولة إنه ينتقل إلى الكلى، لأنه الفسيولوجية تتغير، يصير مثلا الحوالب الصمامات فيها تفقد وظيفتها خلال عملية الحمل، ويصير فيها تمدد، فلو حصل أي التهاب بسيط في المثانة ينتقل إلى التهاب بالكلى، وممكن هذا يأثر على الطفل. نعم. يقول لك السؤال من علي عسيري: هل يؤثر استئصال أحد الخصيتين على الإنجاب؟ لو الخصية سليمة الثانية لا. نعم. زي ما شرح الدكتور على الفيديو أيضا، قال لو ناخذ 1% من البربخ الأمور إن شاء الله تمام، فليس كما جاء الدكتور ليس هناك مشكلة. في سؤال من عبد اللطيف حمداني يقول:
كيف أعرف الدوالي؟ كنا احنا جايبين في صور بس ما حطوها. الصور قالوا انها شوي تخوف المشاهدين. الدوالي احنا لو نظرنا للصفن دائما نشوف اذا كانت من الدرجه الثانيه والثالثه تكون واضحه. نعم. حتى الى درجه انه بالانجليزي يسمونها باج فورمز، يعني تشوف كان ديدان موجوده، كيس فيها ديدان. نعم. فتشوف في عروق متضخمه بالصفن، هذا اذا كانت من الدرجه الثانيه او الثالثه اللي هم اعلى الدرجه. الدرجه الاولى اعتقد انها صعبه عليه انه يبيع او انه فيه او ما فيه. نعم. انه لا ذلك اللي هي زي ما قلنا عن الدوالي الخفيه وال نوع منها. طيب دكتور، هنا وانت بكرامه سؤال يقول عن قصر العضو الذكري، وما هو الطول المناسب وما علاج القصر، وهل يحدث انجاب؟ ما اعتقد له علاقه في الانجاب، ما له دخل في الانجاب. بس الطول هذه عاد يعني من الصعب تقييمها وهذا كذا، انه يبغى يفحص فحص هذا كذا والدكتور يقول له بالضبط انه ما له تاثيرات. واصلا العلاج القصر بيكون. نعم يا دكتور. نرجع للموضوع يا دكتور، احنا اللي مسوينا بما أن وقفنا أسئلة المشاهدين أو المتابعين في آخر التطورات اللي الآن لما يجيني واحد دكتور عنده تأخر إنجاب له 8 سنوات أو 9 سنوات أو 10 سنوات، أنا أحب أنك توجه كلمة تطمين أو تريح نفسيا أنه العلم تطور وصلنا إلى مراحل متقدمة في هذا المجال. طبعا في نقطة مهمة جدا، في كذا حاجة مهمة جدا بالنسبة لهذا كذا. أول حاجة أنه الآن فيه وعي. نعم. في السابق كان الشخص مثلا ممكن يحصل الزواج مو سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، ولا حتى يسألون أو يروحون يشوفون مثلا الطبيب أو أنه هذا كذا. هذه واحدة. الآن صار حتى النقطة الثانية أنه بالنسبة المفاهيم بدأت يعني فيه وعي، أنه ما هو اللوم فقط يوضع على الزوجة، يعني حتى الزوج يجي ويسأل ويفحص وهذا كذا، وهذه علامات طيبة كويسة. نعم. ثالث حاجة أنه حصل فيه تطور قوي جدا بالمجال هذا، يعني لو نجي مثلا قبل عملية أطفال الأنابيب خاصة الحقن المجهري، هذه تعتبر ثورة في علم الإنجاب. قبل عملية الحقن المجهري كان ملايين من الناس لا يمكن أنك تعمل لهم أي حاجة، مو ما عندهم حيوانات منوية، حتى لو عندهم عدد قليل من الحيوانات المنوية لا يمكن. لا يمكن قبل الحقن المجهري. لا يمكن. نعم. هذا كذا. طبعا الآن مع وجود عملية الحقن المجهري حتى لو عندك تجد 5 أو 6 أو 7 حيوانات منوية ممكن يحصل حمل. نعم. يعني فهذه يعني غيرت هذا كذا. إضافة إلى ذلك أنه طريقة العلاج بدأت تتغير الآن المفاهيم. الآن مثلا لكل مشكلة في السائل المنوي أو بالحيوانات المنوية ممكن تعالجها. مثلا لو أنا مثلا شخص عنده مثلا يجون حالات أحيانا مثلا شخص مثلا يعمل السائل المنوي يطلع عنده 5 أو 6 حيوانات منوية في كل السائل المنوي، مع العلاجات يرتفع يمكن إلى 3 4 5 مليون، ففيه استجابة حتى للأدوية لهذا كذا. ففيه أشياء كثيرة حصلت فيها تطور. إضافة إلى ذلك أنه وهذه نقطة مهمة جدا يمكن حتى على مستوى أطفال الأنابيب، بأنه جودة الحيوانات المنوية مهمة جدا. يعني مثلا أحيانا يجونك زي يمكن سألتك في السابق قبل كذا اللي كان عنده الحيوانات المنوية صفر. نعم. وأنه عملوا كذا محاولة أطفال أنابيب وكذا، هذه المشكلة تكمن هنا، أنه يجب أن يكون في عندك أنت تيم أو مجموعة متكاملة، ليس فقط بس أطفال أنابيب وبس، لا، احنا يجب ان ما ننسى دور الرجل في الموضوع. فانت اذا ما كان فيه تفاهم وتناسق بين اطفال الانابيب وبين طبيب العقم وهذا كذا، حيكون لسه في عندنا خلل. فانا مثلا لما يجيني مثلا شخص واشوف انه مثلا عنده العدد قليل ويجي يسالني يقول لي هل نعمل اطفال انابيب، يقول له لا انتظر شويه، لانك لو رحت وعملت اطفال انابيب الان ممكن تكون النتائج ما هي جيدة. فأعطي له العلاج الكافي وأشوف كيف،
ولما أجد أنه الوضع أفضل وأحسن هذاك الوقت ممكن أحوله لأطفال الأنابيب وممكن تكون النتائج أفضل لهذا كذا. فهذه من الشغلات اللي حتى على مستوى أطباء فيها شوية صعوبة أنه المفاهيم هذه لازم أنها لازم توضح وتبين بأنه المسألة ما هي مسألة أنه فقط يؤخذ فقط الزوجة جهة الزوجة وينسى جهة الزوج. لا، أنت تتكلم عن 50% 50%. يجب أن يكون فيه، إذا فيه الشخص عنده الزوج عنده مشكلة يجب تصحيح هذه المشكلة، وإذا الزوجة عندها مشكلة يجب أن تصحيح هذا. هذه من ناحية. من إضافة إلى ذلك أنه الآن بدأت المفاهيم تتغير من ناحية أطفال الأنابيب. الحين إذا مثلا شخص مثلا أشخاص متزوجين ومضى عليهم 3 سنوات الآن كلهم خلاص يكفي، نعم صار عندهم تقبل للموضوع. إيه لا، لأنه أنت كم فرصة حصلت وما حصل حمل. لو نجي مثلا كل شهر يحصل في فرصة حمل 3 سنوات يعني معناها 36 محاولة ما حصل فرصة حمل، معناها أن تبحث عن طريقة مساعدة. فدائما حين ننصح الأشخاص اللي يكون مثلا مضى عليهم أكثر من 3 سنوات نقول لهم اتجهوا إلى أطفال الأنابيب. صحيح أن موضوع أطفال الأنابيب يعني مكلف ومزعج وكل شغل، لكنك أنا يصعب علي أحيانا لما أشوف أن شخص أشخاص مثلا متزوجين مضى عليهم 10 سنوات وجالسين لي من مكان المكان المكان، ولما تقترح عليهم أطفال الأنابيب يقول لك لا كلش ولا أطفال الأنابيب. طبعا هذا فيها إشكالية، المفهوم الخاطئ، هذا فيها إشكالية. المشكلة الحقيقية مو هذا كذا، المشكلة الحقيقية تخص الزوجة أكثر من الزوج. الزوجة لها سن معين. أنا أجد مثلا سن الزوجة أنه بعد 35 تبدأ تدريجي فرصة الحمل تقل. حتى العوامل النفسية عندها. مو بس كذا، يعني أنت عندنا حنا هنا مثلا المجتمع نظرتهم غير قاسية ويتدخلون في كل صغيرة وفي كل كبيرة مثلا كذا. فهذا فتصعب عليك الحالات اللي زي كذا لما تشوف مضى 10 سنوات وأنه لما تصل سن الزوجة حوالي 38 ولا 39 يجون يبحثون عن أطفال الأنابيب. لا، فهذه يجب أن تتغير. نعم دكتور، وعلى أساس أنه بعد كل ما تتأخر سنة عن سنة كل ما تقل الحيوانات المنوية لهذا الحد 3 سنوات كما وضح الدكتور الله يطول عمره. فبعدها اتجه إلى المساعدة. اسمح لنا ناخذ اتصال من أم محمد، تفضلي. ألو، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله لو سمحت بكلم الدكتور. تفضل الدكتور معنا. أنا سويت محاولات أبطال أنابيب يمكن 9 مرات. أين؟ وكل ينجحن بالمختبر وبعد الترجيح يفشل. أين؟ يعني ما بعرف السبب. زوجي تنبه يعني الحيوانات 25,000. 25,000. وأحيانا ينقصن إلى 9، وعنده لزوجة وعنده تشوه بالحيوانات. هنا أعتقد أنه يجب أن نركز على موضوع الزوج، أنه يجب أن زي ما سبق أن تكلمنا في السابق أنه جودة الحيوانات المنوية مهمة. فهنا يجب أنه مثلا تقييم وضعه، إذا فيه إمكانية علاج فهذه الأشياء اللي لأنها لها تلعب دور كبير بنجاح عملية أطفال الأنابيب، جودة الحيوانات المنوية. ما سألناها دكتور كم عمرها هي؟ هي ما عندها مشكلة، المشكلة الآن متضحة أنها من الزوج. أنا ضد تكرار عمليات أطفال الأنابيب الفاشلة. 9 مرات. الفاشلة. نعم. لهذا كذا. لأن في عندنا ما عملنا يعني فيه أذكر قبل حوالي 3 شهور جتنا حالها 10 محاولات. الله يرزقهم. أوكي. وعملنا محاولتين، أول محاولة ما توفق، ثاني محاولة ما شاء الله الحمد لله. أي نعمل هذا كذا. ليه؟ لأن الجودة لها دور كبير، اختيار الحيوانات المنوية وجودتها مهمة جدا. طيب أم محمد، يا ليت تتصلين على الكنترول وتحطين رقمك عشان يتواصل معك الدكتور. دكتورنا في سؤال هنا يقول أخوي ياخذ علاج الكيماوي لفترة طويلة، هل يؤثر هذا على الإنجاب مع العلم إنه متزوج من 2 سنين ولم يحصل حمل؟ هنا أبي أنوه إلى نقاط مهمة جدا من هذا كذا. أنصح بأنه أي شخص مقدم على تعرض لعلاج كيماوي أو بالأشعة
بأنه يعطي كذا عينة سواء كان متزوج أو غير متزوج. نعم. أنه يعطي كذا عينة من السائل المنوي وتحفظ وتجمد للمستقبل. ليه؟ لأنه نسبة كبيرة من الناس اللي يتعرضون للعلاج الكيماوي أو للأشعة أنه ممكن تختفي الحيوانات المنوية وممكن ما يخلفون نهائيا في المستقبل. فهذا من ناحية نقطة مهمة جدا جدا أن الواحد ينتبه لها لهذا الشيء، يعني قبل ما يدخل في الحياة، قبل لا يبدأ، يبدأ العمل. قبل لا يبدأ. نعم. أنه مهم جدا يروح للمراكز يشوف الفحص أين هذا كذا، بحيث أنه يعطى عينة ولا عينتين تحفظ وتجمد، لأنها توضع في أنابيب، ممكن العينة تحط في 8 ولا 10 أنابيب وتحفظ للمستقبل. نعم. لأنه أحيانا ممكن اللي يصعب عليك حاجتين، انك تجد واحد يمكن لسه عمره 20 ولا 18 سنه ولا صغير لسه توه ولسه ما تزوج. نعم. وتعرض مثلا لكيماوي ولا لهذا كذا واختفت عنده الحيوانات المنويه، فيجب انه ينبه لهذا الشيء، انه لهذا كذا يعطي عينه كذا. هذا من ناحيه. الناحيه الثانيه انه في بعض الحالات احيانا تجينا نشوف مثلا يكون عنده ورم في الخصيه، وهذا يتطلب الى استئصال الخصيه. نعم. هيك. وممكن يتطلب انه ياخذ علاج كيماوي أو أشعة. نفس الكلام هنا ينطبق، لأنه هنا فقد عضو والعضو الثاني اللي باقي ممكن يتعرض لعلاج كيماوي ويتعرض لهذا الشيء كذا. فهنا نفس الشيء، يجب أنه يعطي عينات وتحفظ وتجمد. طيب دكتور، عشان الوقت وفي أسئلة كثير جدا، هل في علاج طبيعي أو فيتامينات تزيد السائل المنوي وتزيد أعداد الحيوانات المنوية؟ لأن زوجي سوى عملية الانسداد بس صار تحسن بسيط. تكلم عن التغذية خصوصا في الغذاء أو في فيتامينات. في نقاط مهمة جدا هنا، سبق أن ذكرنا في السابق أنه أكثر خلايا في الجسم حساسة لأي سموم اللي هي الخلايا اللي تنتج الحيوانات المنوية والحيوانات المنوية عامة. ففي نقاط مهمة جدا يعني أبي أنوه لها. واحد، الدخان. الدخان يعتبر سم بالنسبة للحيوانات المنوية. اثنين، السمنة المفرطة. يعني ياما في ناس شفناها ممكن عندهم صفر من الحيوانات المنوية بسبب السمنة المفرطة. نعم. لهذا كذا. طريقة الغذاء، الغذاء غير صحي الغني بالدهون، ولا يأكل مثل واحد لا خضار ولا فواكه ولا شيء كذا. ليه؟ لأنه احنا لو نرجع نشوف الأدوية اللي الآن تستخدم كمكملات كلها ضد الأكسدة، كلها أدوية ضد الأكسدة بحيث أنها تقلل هالسموم اللي موجودة في جسم الإنسان. فيختلف من شخص لشخص مدى تحمله وتعرضه لهذا كذا وطريقة أكله وتعرضه لهذه السموم. فما يعني ما فيه على ما يقولون ما فيه دخان بلا نار يعني. فيجب أن الإنسان يغير نمط حياته، يرجع إلى الأكل الصحي، مارس الرياضة، إذا كان يدخن يقلع عن الدخان. هذه أشياء مهمة جدا. نعم. هل في غذاء معين أو زي ولا خضروات؟ هو طبعا احنا دائما ننصح بالاشياء اللي فيها الانتي اوكسيدنتس اللي عاليه، مثل الخضار الملونه هذه مهمه جدا، الفواكه، الحبوب، هذه كلها اشياء مهمه جدا لغذاء الشخص. جدا. الدكتور يقول لي 5 سنوات متزوج، العدد 8 مليون 800 ألف. انا في الحسابات وكان عندي هرمون الحليب ثم وصل 2 مليون وثم وصل 4 مليون، الحين نزل، ينزل ويطلع، ايش راي الدكتور في هذا؟ هو يعتمد على كيف عنده الهرمونات، كيف يعني وضعها. يعني هو قال انه هرمون الحليب مرتفع ولا كذا، هذا يبغى له علاج اذا كان مرتفع انه هذا كذا. لكن يعتمد على الارتفاع. هنا يهمنا فقط اذا كان ضعف الطبيعي نسبته، اقل من كذا ما تهمنا واجد. والسؤال يقول ما هو علاج الصديد في الحيوانات؟ رجعنا لنفس الكلام السابق انه موضوع الصديد. الصديد هذا اغلب الحالات ما يكون صديد، هذا عباره عن حيوانات منويه غير مكتمل نموها، فيكون حذر الشخص. نعم. انه يروح يعمل السائل المنوي في مكان متخصص. نعم. في هذا. نعم. المجال. لانه تكمل السؤال هل يؤثر في الانجاب، فلهذا راح سو في مراكز متخصصه. يطلع طبيعي. يطلع اذا كانك في الرياض حط رقمك او تواصل مع الدكتور. رأي الدكتور بخلطة العسل وغذاء الملكات وطلح النخيل إضافة إلى المكسرات والحجامة للغدد. غريب. هنا فيه نقطة مهمة جدا، موضوع الخلطات للعدد عفوا. الخلطات هنا أحذر كثير من الناس،
لموضوع الخلطات، لأنك أنت ما تدري وش محتويات الخلطات. ممكن يقول لك إنه الخلطة فقط مجرد عسل وحبة سمر مثلاً ولقاح النخل مثلاً ومثلاً غذاء الملكة، لكن أنت ما تدري أنت عن محتوياته، لأنه في بعض الناس حتى ممكن يضيفون أدوية وبكميات عالية لهذاك. فيكون واحد حذر، احنا ما نقول ان الشخص ما يستخدم، ممكن انت تاخذ مثلا العسل للانسان، تاخذ الحاجات كذا، لكن لا تاكل خلطه ما انت عملتها. نعم. دكتور، هنا في سؤال يقول وش اسم الدكتور؟ الدكتور حمد حمود بن علي المطرفي، استشاري طب الذكوره والعقم والمسالك البوليه بمركز ذريه. دكتور، في سؤال اخر، الأسئلة أغلبها تكون فيها جانب على الجهاز التناسلي للنساء. فدكتورنا، احنا على مشارف نهاية الحلقة، نبغى بس توجيه لكل من لديه عقم، أو نخفف كلمة عقم إلى زي ما قلت تأخر الإنجاب أو تأخر الحمل. اولا انه زي ما اتفقنا على انه كلمه العقم هذه يجب ان نحذفها ونقول انه تاخر بالانجاب. ليه؟ لانه لو احنا نظرنا نظره عامه لنسبه او فرصه الحمل اللي يحصل، نجد انه حوالي يمكن 15% من الناس ما يحصل عندهم حمل بالسنه الاولى لهذا كذا، بينما اغلبهم يحصل حتى بالسنه الثانيه وهكذا. بالنهاية نجد نفسنا محصورين في 5% فقط من الناس اللي هم يعني عندهم مشكلة حقيقية لهذا كذا. فموضوع عملية التأخر مثلا هذا كذا، أعطي نفسك الفرصة الكافية. نعم. انتظر إلى سنة، إذا مضت سنة وما حصل العاجل ما قلنا شيء، إنه بعد 6 شهور مو مشكلة، تقدر تعمل تحاليل مبدئية، أشياء يعني مثلا السائل المنوي بالنسبة للزوج، الزوجة إذا عندها مثلا لخبطة مثلا في الدورة كذا، لكن إذا كان كل شيء طبيعي أعط فرصة كافية. هذا رقم واحد. 2، بعد مضي سنة لا، هنا الوضع يختلف، يجب أنه تقييم الزوج والزوجة سواء لهذا كذا. فلأنه مهم، لأن أحيانا ممكن أشياء بسيطة وسهل علاجها وهذا كذا. إضافة إلى ذلك أنه عدم التأخير، يعني أنا ضد مبدأ أن الإنسان يتأخر مثلا فترات سنين مضت. يعني أنا أعطي لك مثال حي، يعني حي، وهذا يعني معاناة يعني لهذا كذا، أنه في جاني مرة مريض متزوج لفترة طويلة، متزوج كان ما عنده حيوانات منوية، وزوجته جزاها الله خير يعني صبرت كلها الفترة لهذا كذا، لكن عملية تقنية المسح المجهري والشغلات كذا قريبة، يعني ما هي قديمة شيء. لما بدأ عملية المسح المجهري، عملنا المسح المجهري ووجد عنده حيوانات منوية، ولكن الزوجة على وصلت سن الأربعين لهذا كذا. فيعني هنا شوف التأخير حصل من الزوج، شوف سبحان الله، يعني لا إن انقلبت الآية، يعني إنه كانت في أول حياتهم المشكلة من الزوج، ولهذا كذا صارت المشكلة من الزوجة. فلهذا السبب أنه يجب أنه عدم التأخير، الاستعجال في الموضوع. طيب يا دكتور، الكثير يسأل عنك يا دكتور، السلام عليكم، ممكن أعرف الدكتور حمد في مركز؟ كان ضيفنا، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، كان ضيفنا الدكتور حمود المطرفي، استشاري طب الذكورة والعقم والمسالك البولية في مركز ذرية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونستودعكم الله. وكلمة أخيرة للدكتور، تفضلي دكتورنا. كلمة أخيرة أنه يعني كلمة عقم يجب أن نشيلها، والله يرزق الجميع الذرية الصالحة. اللهم آمين. تمسوا على خير. Thank you.